شركة بريادا ماغري متخصصة في بيع جميع مستلزمات النحل، يعني جميع الماتيريال ابيكول. وهذه المشاركة الثانية ديالنا في المعرض الدولي ديال مكناس اللي الحمد لله تيبان بلا احسن من السنة اللي فاتت من ناحية التنظيم ومن ناحية الحضور ديال الناس والوافدين. المهم الشركة ديالنا حنا متخصصة في الماتيريال كما تشوفوا في المعدات ديال النحل، متخصصة غير بالنحل، وتنقوموا هنا بمساعدة ديال النحالة، تنوريهم آخر ما كاين في المعدات، يعني المعدات كاملة بالمواصفات تاع يعني لونسا. تنساعدوهم بالاستفادة من المعدات ومن الدعم اللي تتساعد الدولة النحالة، تتساعد في جميع يعني الفلاحة النحالين، و يعني ومساعدة حتى الإدارة، يعني حتى الإدارة تيجيو عندنا تنقوموا بمساعدة ديالهم، تيعاونونا تيوريونا شي دينوت جداد، يعني شي أمور جداد في هذا الشيء ديال تربية النحل، وكذلك تنقدموا لهم المعدات الجديدة، ويعني تنقولوا داز في أحسن ما يرام والأجواء كانت مزيانة. الحمد لله. المهم الأغلبية ديال هاد المعدات مستوردة، لأن تتحتار من المعايير تطلب لنا لونسا، يعني المكتب الوطني للصحة السلامة الغذائية، تطلب لنا شي شروط شوية تكون توفر الأغلبية في المعدات المستوردة، وتتشوفوا مستوردة وتتكون يعني كما تنقولوا صحيحة شوية وفعالة وتتصبر، وتا الأثمنة مناسبة يعني جدا للفلاحة للنحالين. وتنتمناو ان شاء الله تكون واحد الصناعه مغربيه، وحنا تنجاهدوا ان شاء الله باش نقوموا يعني تتصنيع في المغرب. كاين شي مسائل تنصنعوها هيدا في المغرب، ولكن شي امور اخرى مازال خاصنا شويه الوقت، يعني حنا في اطار العمل، يعني في اطار الدراسه باش نعود نصوبهم حتى في المغرب ان شاء الله. كنتواجدوا حاليا في المعرض الدولي 16 في مكناس، هذه المشاركه الثانيه لنا حنايا كشركه ديال الماتريال ديال لابيكول اللي كنسيروا هاد السطونت هذا في البلاصه ديال لاغليكولتور. بالنسبه لنا هذه المشاركه الثانيه في المعرض اللي هذا العام مشاركه متميزه، لاننا كنوجهوا النحاله اللي كنتعاملوا معاهم، النحاله في المغرب كامل كنوجهوهم باش ياخذوا المشاريع ديال المبادره التنميه البشريه والمشاريع اللي كتمنحها الدوله والمنظمات الدوليه. كنسيروا هاد السطونت هذا، كنوجههم باخر ما كاين في السوق بالنسبه للماتريال ديال النحل، جميع ليكستراكسيون ديال لو ميل، كنحاول نوجههم باش ياخذوا الشواهد ديال لونسا والشواهد ديال السلامه الصحيه. اخر بالنسبه للماتريال عندنا اخر ما كاين في السوق، حنا ممثلين ديال جوج شركات اللي هي شركه ديال ايفروتوم الصربيه هنا في المغرب، والشركه ديال ا بي بي الاوكرانيه في المغرب. حنا اللي كنمثلوهم هنايا وفي لافريك كاملو، باننا كنمثلوهم في الماتريال ديال النحل باخر التقنيات اللي عندهم، كنحاولوا نوفروها للنحاله هنا في المغرب وكنوجهوهم. بالنسبه للسطونت عندنا ليكستراكسيون اللي هي اخر ما كاين في السوق، بالنسبه ديال ليكستراكسيون اللي كتخدم بالضوء وبالباتري والطاقه الشمسيه، يعني بالنسبه للمبتدئين، يعني حتى الا كان في شي بلاصه ما كاينش الضوء كيمكن ليه بانه يستعمل غير الطاقه الشمسيه اللي كتساعدو باش يوفر احسن ما كاين في العسل والجوده بالنسبه للنحالين.